الرئيس اطلع على دور جهاز مكافحة الإرهاب ومهامه وما يقوم به من أعمال وواجبات لدحر الإرهاب والقضاء عليه، فكان الرجل أبدأ إعجابه واهتمامه ووعدنا بأنه يساهم في تلبية متطلبات الجهاز من دعم وأسناد ودعم سياسي ودعم في كل المجالات. الرجل كان متفهم لطبيعة عمل القوات الأمنية ودورها، وكذلك التعاون والتنسيق كان مهم بين كل القوات الأمنية.